ليكيب ناسيونال اللي همهم هو يكون ملعب على مقاييس دولية، وهو الحمد لله يعني احنا في الجزائر رانا ثاني ملعب اللي عنده مقاييس دولية، اللي راهو الاخر يسمح لهم يجيو يشاركوا، الاخر يقفزوا حتى 1.45 1.50 بدون مشاكل، سما للفرسان وللأحصنة والإيواء يعني لي بوكس تسمى لي نورم. ونجاح كل هذه التظاهرات اللي خلت الفريق الوطني والفيدرالية باش يختاروا النادي تاعنا يكون هو إيواء تاعهم وتحضير للفريق الوطني باش يشاركوا في التظاهرات على الألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تكون في وهران 2022.